مسحة تهدد حملة ترامب الانتخابية، وكمالا هاريس تغتنم الفرصة، ومعلومات عن محاولة اغتيال إيلون ماسك. فكيف تؤثر هذه الأحداث على الانتخابات؟ وما جديد استطلاعات الرأي؟ مع بدء العد التنازلي ليوم الحسم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر القادم، يتسارع المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كمالا هاريس من أجل استقطاب المزيد من الأصوات، لا سيما في الولايات 7 المتأرجحة، في حين يواجه المرشحان أحداثاً قد تؤثر على نتائج الانتخابات. فمع دخول السباق الرئاسي الأمريكي مرحلته النهائية، واجهت حملة دونالد ترامب ردة فعل عنيفة من الأمريكيين بسبب مسحة عنصرية أطلقها ممثل كوميدي في تجمع انتخابي لترامب بواحدة من أكبر دوائر أمريكا الانتخابية، وأغضبت ملايين الناخبين إلى درجة أنها أثارت احتجاجات حتى من داخل حزب ترامب نفسه. وفي التفاصيل، فاجأ الممثل الكوميدي توني هينكليف محتشدين زادوا عن 20,000 في تجمع انتخابي لترامب بقاعة ماديسون سكوير جاردن بقوله: هناك جزيرة من القمامة عائمة على سطح المحيط الآن، أعتقد أن اسمها بورتوريكو. Yes, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. فلماذا أغضبت هذه المسحة النازحين؟ بورتوريكو هي إقليم أو دولة تابعة للولايات المتحدة، لا يحق لسكانها التصويت بالانتخابات الأمريكية، إلا أن البورتوريكيون المقيمون قانونياً في أمريكا يمكنهم ذلك، وعددهم يزيد عن 5,800,000، أي ضعف سكان جزيرة بورتوريكو في بحر الكاريبي. وبحسب الوارد في وسائل إعلام أمريكية عدة، فإن البورتوريكيون أقوياء في ولاية بنسلفانيا بشكل خاص، وهي ولاية ساحة معركة رئيسية تضم أكثر من 560,000 ناخب من أصل لاتيني إسباني، نصفهم من بورتوريكو، كما يشكلون في ولاية فلوريدا أكثر من 1,100,000، أي تقريباً العدد نفسه في ولاية نيويورك. وطبعاً أسرع من استغل المسحة هي المرشحة الديمقراطية كمالا هاريس، التي تعهدت بعدها باتباع سياسات تهدف إلى مساعدة سكان بورتوريكو. كيف حاول إيلون ماسك استدراك الأمر؟ خلال الفترة الماضية، دأب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الداعم الشرس لدونالد ترامب إلى التطرق مراراً وتقراراً إلى الخطر المحدق به واحتمال اغتياله، وذلك بحسب محللين خطة ذكية منه للقول: أنا وترامب في خطر لأننا نحمي الأمريكيين، لذلك فإنكم مدينون لنا بأصواتكم وولائكم. كذلك ذكر خلال خطاباته أمام الناخبين المؤيدين لترامب في جميع أنحاء ولاية بنسلفانيا أن لا أحد يحاول اغتيال المرشحة الديمقراطية كمالا هاريس، لأنها بحسب تعبيره دمية في أيدي سماسرة السلطة بواشنطن الذين لم يذكر أسماءهم. كيف أثرت هذه الأحداث على توجهات الأمريكيين؟ بيّن استطلاع حديث نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن 75% من المستطلعين رأوا أن الحكم الديمقراطي مهدد، كما رأى 45% من المشاركين به أن النظام لا يمثل مصالح المواطنين بما فيه الكفاية. إلى ذلك، اعتبر أكثر من 60% أن الحكومة تخدم مصالح النخبة أكثر من المجتمع ككل، ما يعكس الاستياء المتزايد وسط الظروف الاقتصادية الصعبة والتضخم المرتفع وانقسام المجتمع في الولايات المتحدة. لكن على الرغم من هذه المخاوف، فقد زادت الثقة في العملية الانتخابية، حيث قال ما يقرب من 80% من المستطلعين أنهم يؤمنون بدقة بنتائج انتخابات 2024.